سؤال كان تريها عيدا كحوك الدلك وشو كريم قال ذا قال عدل قبل كم الجدود يقول لي يعني سيدي وقش قيل لها العيد مضو أي كريم قلوا وين ديجان وفر لنا أي كقب صدان كحنا قواري تال شاب تريها عيدا كحوك الدلك جنرال دائم شيخ محيدين وابو اليوم تريها عيدا كنقطة يا شو كريم قال ذا قال عدل يسوق نكر مرين تفع عيدا عيدا مضى أي قال ذا قال عدل سوق مثلا وحاول تجيب كل مهور عيدا ك وحاول شقي تريها العيدا مضو بالمية تبيه أي كريم قلوا وين يضنا عيدا مضو أي كابي كفحيان ديجان ندى وبود بود عاوز وين يسوق كلاتو ديجان كلاتو أو مهمة وحاول شقي تريها عيدا ك حوك ذلك وريس كارسي تربش كترك الصوماليين إن عيدا مضو إلا وريجن ديجان كقول حا قبل كل جديد سوق كلاتنا أي إن عاد كرعة عيدا مضو كصوب حا أي تجين ديجان ندى ورب عارو زوجارو يسوق كلاتو ديجان كلاو مهمة أجا محاس وبحماش اللي لادو هي مطغى ساكي عيدنكو سو قاري قولي حيلنا وحيو سو قاري ماشا اللي لادو ورحوله إلا هو كسي سعود هذا عيل بوره هو كسي سعود مركا يولا دين عاس هالكا سال لي قاري أجا اللي لادو على أحمد إساقنا بطبط هي قيري يالي هي لقمر هي عيدنا مركا قود هان مركا سو قوبو عيدا مدو وعي كابيكو قايان جهوين كدقال كاللوغو وضو مركا اللي لادو لابدي مقالو ugu muhiimsanay ayaan ku haynaa afka ku haynaa insha Allah waan gelina waqti aan dheerayna wala qaban doona socdaalka uu tiriyaha wadanka magaalada Galcad ayaa waxa uu ka dambeeyaa socdaallo ay maalmi u dambeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda isku kala to saraakiisha ugu sareeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku tagayeen furimaha hore oo ugu furgelayeen sidii loo soo gabagabeeyay injirku wada dagaalka Cismaan Maxamed Aadan warbaahinta qaranka Furintooda